يكون العافية. أنا اليوم كنت مسافر على دبي، طيارتي الساعة 7، ماني مهاجر، رايح عندي شي ضروري 3 أيام وراجع. بوصل على المطار بوقفني الأمن العام، بقول لهم خير يا عم، شوفي عليك مذكرة توقيف من شهر 9/2020 من مديرية المخابرات. قلت لهم يا عمي أنا ما حدا بلغني، ما حدا قال لي شي. تاني شي من شهر 9 لليوم صرت فايت على المغفر 4-5 مرات، ما حدا قال لي كلمة. ويحول سجل عدل نضيف، قال هاي مش شغلنا، قالنا أمرنا لله، توقفنا. اجى المحامي وبلش الشغل تنشوف شو القصه شو القضيه. وهونيك الموضوع المضحك المبكي، اسمعوا الخبريه ليش انا علي مذكره توقيف. المخبر دق للمخابرات قايل لهم انه انا عم بهدد وبدي اقتل الجيش وكيو امن الداخله. قلت لهم يا عين وين الدليل؟ قال ما في دليل. قلت لهم طيب مين هو المخبر؟ قال ما فينا نقول المخبر، هيدا اسمه سري وما حدا في يعلن عنه. قلت له طب بركي هالابن الحرام قال انه انا حاط النيترات بالبور وانا فجرت البور. قال بوقفوني بحقوا معي، اذا طلعت بريء بفلتوني. طب بهدلتي على مين؟ تيكتاتي يلي راحوا على مين؟ اوتيلي على مين؟ قلت له طب شو باكد لي انه هيدا مخبر؟ بركي الدولة بدها تتزعرن علي انه ما زال ما حدا في يعرف مين المخبر، كيف هيك؟ ما في شيء. واللي عم بيعملوا اضرب من النظام السوري. يعني اضرب للنظام السوري. طب ما انا ما تبلغت، ما بحق لكم توقفوني، ما حدا مبلغني، بتحدى اكبر واحد فيكم اذا انا مبلغ. طب ما كيف هيدي وبروح لا حكم علي؟ وين ما بروح ما لا حكم علي؟ ما فهمت. لك انفجار مثل انفجار بيروت ما لقطوا حدا، بتطلبوا وزير بتطلبوا نايب على اجره، ما متعلقوا، ما حدا منكم يسترجع يعمل له شيء، بس اني مواطن عادي خطوني وقفتوني بهدلتوني. وين المصيبه؟ اهين لك بلبنان، اهين لك بلبنان، دقيقه ديناصور عنك دقيقه دولار. طيرتوا لي التيكت، طيرتوا لي الاوتيل، مين بيعود علي؟ وانتم خربين لنا بيوتنا، انتم خربتوا لنا بيوتنا، انتم طردتوا لنا مصرياتنا، مين بيعود علينا؟ ولنحن عايشين بغابه مش مزرعه، غابه.